السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين، وبعد. تعليقا على كلمة ربما لا يفهم معناها بعض الناس، هذا المصطلح مذكور في القرآن ومذكور في الحديث، وهو معروف عند العرب. هذا المصطلح هذا كيتقال، مذكور في القرآن كما ذكرنا ومذكور في الحديث، ولكن المعنى ديالو احيانا بعض الناس ما كيستوعبوش. فانا اريد ان اعلق على هذا المعنى. اما ذكره في القرآن فقد ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الجن. قال سبحانه وتعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وإنه تعالى جد ربنا، كلمة جد هذه الكلمة هي علاش نعلق الكلمة هي علاش نتكلم دابا. وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. فكلمة جد هذه المذكورة في القرآن ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم فاش كيصلي وكيقول دبر الصلوات، كيقول دبر الصلوات يعني بعد الصلاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فمعنى هذا الجد يعني جد، شنو المعنى ديال الجد؟ وقد ذكرها كذلك اليهودي الذي عدا في السيرة النبوية. ذكرنا دابا القرآن وذكرنا الحديث ديال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي السيرة النبوية جاتني هذا المصطلح. شكون اللي ذكروا؟ هذاك اليهودي اللي كانوا الصحابة رضي الله عنهم في المدينة، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، كانوا الصحابة رضي الله عنهم في المدينة كيخرجوا من الفجر حتى كتحرقهم الشمس ديال الظهيرة، كيخرجوا من المدينة الحدود يعني المكة الحدود ديال المدينة يعني لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم لأنه جاي من مكة. فكيبقاو مساكن ينتظرون حتى كتحرقهم الشمس ديال الظاهرة ثم يرجعون. واحد اليهودي كان طلع للنخلة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم جاي، هو سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، في ديك الوقيتة فاش هما رجعوا، فنادى بصوت مرتفع: هذا جدكم. تيقول لهم: هذا جدكم، هذاك اليهودي. فمعنى الجد تعالى جد ربنا، لا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد هنا قال العلماء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفع ذا الجد منك الجد، هو في القرآن الكريم هو العظمة الحظ من المال والغنى والعظمة، ياك هذا هو تيقولوا، هذا هو الجد. يعني الجد هو الحظ من المال، صاحب المال الذي له حظ من المال والعظمة والسلطان، هذا كنقول هو صاحب الجد. هو صاحب الحظ من المال ومن العظمة ومن السلطان ومن السلطة، فهو صاحب المال وصاحب السلطة. فالله عز وجل تقول الجن: وإنه تعالى جد ربنا. فالله عز وجل صاحب العظمة وصاحب الكبرياء، وهو الذي يدبر الأمر في الأرض، وهو الغني سبحانه وتعالى الحميد جل في علاه. قال في القرآن الكريم: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فهو صاحب الغنى جل في علاه، وله ملكوت السماوات والأرض ينفق كيف يشاء.
مفهوم؟ فمعنى الجد أي صاحب المال وصاحب الغنى وصاحب السلطة وصاحب السلطان وصاحب الجاه، فهو الإله ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. وأما في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كيقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد، لا ينفع، لا ينفع ذا الجد أي صاحب الحظ من الغنى من المال من الجاه من السلطة من العظمة، هذا لا ينفع، لأن الله لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منعت قبل منا، فالله عز وجل هو المعطي المانع سبحانه. هذاك صاحب الجاه لن ينفعك في شيء، لأن أصلا لام قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفع ذا الجد، منك الجد، أنت أصلا الذي أعطيته المال يا رب، منك حظه من المال من الله جل في علاه، حظه من السلطة كل ذلك من الله، حظه من العظمة وكذا كل ذلك من منك الجد، أي أنت الذي تعطي المال، وأنت يا رب الذي تعطي السلطان، وأنت الذي تعطي الجاه، وأنت الذي تعطي هذا. قال سبحانه وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فربنا سبحانه وتعالى هو صاحب العظمة والكبرياء سبحانه، هو صاحب العظمة والكبرياء. فمن لجأ إلى العظيم ومن لجأ إلى الله سبحانه وتعالى ذو المال وصاحب الغنى والغني سبحانه وتعالى وذو الجلال والإكرام ربنا سبحانه، فمن لجأ إليه قواه سبحانه. ولذلك ذاك اليهودي فاش قال للناس الصحابة هذا جدكم، راه جدكم جاء، أي الذي إن اتبعتموه كنتم من العظماء بعد ذلة قبل الإسلام، كنتم في ذلة كما قال عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام وما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. فقال لهم اليهودي هذا جدكم، أي هذا الذي إذا اتبعتموه كنتم من العظماء وصرتم عظماء وتحولتم من رعاة للغنم إلى قادة الأمم، هذا جدكم. فاتباعه صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، تهتدوا إلى الصراط المستقيم في الدنيا وفي الآخرة كذلك تهتدوا. فالله عز وجل هو العظيم، والله سبحانه وتعالى هو ذو الجد سبحانه وتعالى، وإنه تعالى جد ربنا عظيم الشأن جل في علاه صاحب الكبرياء والعظمة، صاحب الكبرياء والعظمة. سبحان ذو الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، أدام من الأذكار اللي كتقال في الركوع، النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ربه سبحانه وتعالى في الركوع بهذا، أي أنه لا نركع إلا من كان صاحب الجبروت وصاحب الكبرياء وصاحب العظمة جل في علاه، هذا إلهنا سبحانه وتعالى. هذا ربنا سبحانه وتعالى. فالعظيم هو الذي يفعل ما يريد ولا يسأل عما يفعل، هذا العظيم. العظيم هو الذي يقسم ظهور الجبابرة صاحب الجد، وهو الذي يقول يوم القيامة لما يأخذ ملك الموت يأخذ أرواح الخلائق يقول وحده سبحانه وتعالى، ينادي وحده ويسأل وحده جل في علاه، يقول أين الملوك وأين أبناء الملوك، أين الجبابرة وأين أبناء الجبابرة، فلا يجيب أحد، ويسأل سبحانه وتعالى لمن الملك اليوم فلا يجيب أحد،
لأنهم ماتوا جميعا، انتهت مدة صلاحيته، ما بقوش، انتهوا، فلا يجيب أحد، فيجيب نفسه ويقول لله الواحد القهار. فالله عز وجل هو الواحد القهار، وهو الملك، وهو ملك الملوك، ملك يوم الدين ومالك يوم الدين سبحانه وتعالى، وله ملكوت السماوات والأرض جل في علاه، ومن أسمائه الملك، من أسمائه الملك، كما في سورة، في أواخر سورة الحشر، قال الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. فهو الجبار المتكبر جل وعلا، ذو الجد، فلا ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي من الله سبحانه وتعالى. فمن أراد العظمة، من أراد أن يكون عظيما، ومن أراد أن يكون غنيا، ومن أراد شيئا، فما عليه إلا أن يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى، لأنه لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وإياك أن تظن بأنك أنت العظيم، وأنت الذي وصلت إلى ما وصلت إليه لأنك أنت ذكي، ولأنك كذا، ولأنك وردت السلطة، أو لا وردت المال، أو لا، كل هذا من عند الله. والله عز وجل اللي بغى يحيده يحيده في أي وقت، وأي تغمض عينك تحلها تلقى كل شيء مشى. شوف قارون الذي لا يستطيع العصبة، أولي القوة من الرجال، العصبة يعني الجماعة، عصابة من الرجال الأقوياء، لا يستطيعون حمل مفاتيح خزائنه، مفاتيح خزائنه، المفاتيح ديال الصندوق ديال المفاتيح، ماشي الذهب ديالو والفضة والمجوهرات وكذا، غير المفاتيح. الرجال الأقوياء، العصبة منهم، المجموعة منهم، العصابة منهم، لا يستطيعون حمل المفاتيح، فما بالك بالذهب ديالو كذا، يعني مال كثير، مال كثير جدا. هؤلاء، هذا الرجل لما قال إنما أوتيته على علم عندي، قال الله تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض، ماشي به بوحده، وبداره، مشى هو وداره، مشى هو وكل ما في داره، فخسفنا به وبداره الأرض، ليكون عبرة لكل جبار، ولكل من تجبر على الناس، ولكل من نازع الله سبحانه وتعالى في كبريائه وفي عظمته جل في علاه، لأن الكبرياء هو إزار الله سبحانه وتعالى ورداؤه. فالله سبحانه وتعالى من نافسه فيه قسم ظهره في الكبرياء، هذا المتكبر لا يتصف بهذا الاتصاف، بهذا الوصف إلا هو سبحانه وتعالى. هو مذموم في أي مخلوق، مذموم أن يكون متكبرا، لكن الله سبحانه وتعالى هو المتكبر العظيم جل في علاه. فهذه فقط كلمه شويه على هذه كلمه الجد، لما كيفهموها بعض الناس، كيفهموهاش بعض الناس، وانه تعالى جد ربنا. كيفاش جد ربنا؟ ما معنى جد ربنا؟ شحال من واحد كيقراو تيبغي ينقزها كاع، اولا شحال من واحد كيقراو كيحشم يقرا تيقول ما فهمتهاش، كيفاش جد ربنا؟ تيخاف انه يكون ما كاين شي غلط، ماشي ما كاين شي غلط، المشكل ديالنا، المشكل ديالنا ان اللغه العربيه ديالنا ضعيفه بزاف، لغتنا العربيه ضعيفه جدا، ما كنقراوهاش مزيان، ولكن الناس كيقراو الفرنسيه كتلقى الوليدات صغيورين يتكلمون اللغه الفرنسيه كانما رضعوها من ثدي، من ثدي اماتهم، تيسرطوا الفرنسيه، وكتسولوا على القران ولا العربيه فلا تجد شيئا، ما كتلقى والو، صفر، لا أذكر، لا قرآن، لا حديث، لا عربية مقدة، لا والو، ويفتخر به لأنه يتكلم الفرنسية. بما تفتخر يا أخي؟ ما تفتخر؟ افتخر بولدك إذا كان حافظ القرآن، اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، البيت الذي أو الصدر الذي لا قرآن فيه فهو كالبيت الخريب، إن كان الحديث فيه ما فيه لكن المعنى ديالو صحيح. الصدر اللي ما فيه القرآن كالبيت الخريب، خربان، ما مبنيش مزيان. فالطفل كذلك اللي صدره فيه الفرنسية وما فيهش القرآن، لا أذكار، لا حديث، لا والو، هذا كالبيت الخريب، كتبني في الخوا،
انا لن افتخر ابدا وما كان دعيش اي واحد يفتخر بولده كيتقل الفرنسيه ولا يفهم شيئا في اللغه العربيه او في القران. وكاينين معانا في ما شاء الله في البلاد اللي كيتكلموا بالفرنسيه فقط في دارهم مع والديهم ومع اخوتهم بالفرنسيه فقط. وهذو كنعرفهم، مشيت عندهم الدار وتلاقيت مع وليداتهم وتلاقيت مع كاين بزاف ديال الاسر بحال هكا ما شاء الله يعني ما شاء الله. وتخيل قال لي واحد منهم، قال لي يا الله يجزك بخير، من هاد الناس هذو اللي كيظنون انفسهم بانهم هما الانموذج، هما الناس المثقفين واعيين بحال قلت الهاي شي حاجه طالعه، النيفو طالع، مستوى زعما طالع، فتيحسوا براسهم بانهم هما افضل، هما الافضل. وتخيل واحد فيهم، واحد الشاب تقريبا عنده شي 22 25 سنه ولا شي حاجه بحال هكا، قال لي احنا في الدار كنتكلموا اللغه الفرنسيه فقط، اللغه الفرنسيه فقط، ما كنفهموش اللغه العربيه، الا درتي باللغه العربيه ما كنفهموهاش. وقال لي الخمر في الدار عادي، الام الاب الاخ الاخوه كذا، قال لي حتى احنا كلنا كنشربوا داكشي، هذا في بلاد المسلمين. وكيقول لي مسكين بانني انا تنتعطط انا بحال داكشي عندنا عادي. وقال لي مره كنصلي، قال لي مره كنصلي ماشي دائما وماشي محافظ على الصلاه، غير وقت ما جبت لي راسي نصلي كنصلي، وفاش انا غير مره كنصلي تسمىوا عليا داعش. جاتهم غريبه في الدار واحد كيصلي مره جاتهم بحال شي حاجه من غرائب، سموا عليه داعش لانه مره كيصلي وكيشرب الخمر وكلشي. وهو مسكين يا ربي صلاه عليه يشافي جميع ويهدي جميع المسلمين ويهدينا حتى حنا كذلك ويتوب علينا. قال لي عافاك السي خالد، عاود تكلم بالدارجه باش نفهم واش كتقول، راه الا درتي بالعربيه الفصحى راه ما غنقشع والو في داك الكلام ديالك. هو تيقول لي هذا الكلام مسكين، صلاه تعالى يا ربي يرد بهم يا ربي ويرد بينا حتى حنا كذلك. فلا اعتبروا هاد الناس هادو انهم مثقفين وانهم الهاي، هذا سميتو الذل بمعنى الكلمه. النبي صلى الله عليه وسلم كيقول في الحديث وجعل الذل والصغار على من خالف امري ذليل حقير صغير، هذا سميتو الذل. لكن الذي تشبث بالقران وبحديث النبي العدنان اداء العزه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول بل القران، ربنا سبحانه وتعالى يقول في القران الكريم فاستمسك بالذي اوحي اليك، القران فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم وانه لذكر لك ولقومك، ذكر لك اي شرف لك، قوه لك، عز لك، هذا هو ذكر لك، أي ستذكرون إذا استمسكتم به، كما جاء في سورة أخرى، هذه سورة الزخرف، سورة أخرى سورة الأنبياء، قال سبحانه وتعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، كتابا فيه ذكركم أي فيه شرفكم وعزكم وسؤددكم وقيادتكم للعالم أفلا تعقلون. واش أنتم غادي تديروا عقلكم باش تعرفوا بلي هذا القرآن هو سبب العزة والنصرة. أما في الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، يرفع به من استمسكوا به ويضع الذين خالفوه ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هذا القرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين، هو نفس القرآن، ذلة وخسارة، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وأما الحديث فيقول سفيان الثوري إن هذا الحديث عز، فمن أراد به الدنيا فدنيا ومن أراد به الآخرة فآخرة. فالقرآن عز والحديث عز، فهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعزنا بالقرآن وبحديث النبي العدنان سبحانه وتعالى، وأن يغفر ذنوبنا وأن يغفر ذنوب الناس المؤمنين المسلمين، وأن يشفي كل مريض مسلم، اللهم عافي كل مبتلى مسلم، واغفر ذنوبنا يا ربنا وردنا إليك ردا جميلا وعد بنا إليك عودا حميدا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. هذه فقط واحد الإطلالة بنار نناقش معكم باش تمشوا اللهم نقولوا شي فائده، قلنا نشاركوها معكم فقط، هذا هو
نقولوا الفائدة نناقشوها معكم ثم تنتهي الحصة. الوقت مع ديك الوقيتة ديال نجلس ونجلس في الكرسي ونجلس في كذا ونصور الخاطر ما كاينش، ما كاينش والله، ما كاينش الله يسمح لينا، ما كاينش ديك الوقيتة ديال نجلس سيدي ونشوفو جالس في الكرسي وجالس في في, في المكتب وكتكلم معنا حسن من السيارة. ما عندي ديك الوقيتة اخويا، ما عنديش هاد الوقيتة هي اللي كاينه، بغينا نستغلوها معكم وصافي. فاسمحوا لينا الله يجزيكم بخير، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم، وصلى الله عز وجل أن يقضي حوائجكم وأن يشفي مرضاكم وأن يرحم موتاكم وأن يجمعنا جميعا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فاللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.